السيسي يستقبل العاهل البحريني لدى وصوله إلى مطار القاهرة ومراسم استقبال رسمية له بقصر الاتحادية. الرئيس السيسي ونظيره الصربي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك ويشددان على ضرورة بذل المساعي لتهدئة التوتر الإقليمي. الرئاسة الفلسطينية تستنكر وترفض تصريحات المندوبة الأمريكية الرافضة لعضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له. ويأتي ذلك في مستهل زيارة رسمية للعاهل البحريني لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بشقيقي جلالة الملك حمد بن عيسى في بلده الثاني مصر في زيارة كريمة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين. السيدات والسادة، نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء. لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية. هي لحظة فارقة دون شك سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري. في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية، لقد ناقشت مع شقيقي جلالة الملك جهودنا، جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار،
ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. السيدات والسادة، لقد حذرت مصر كثيراً ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد، فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة. وقد شهدت المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب، حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة، فأصبحنا أمام ما نشهده اليوم من وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة، يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد. لقد ناقشت مع شقيق جلالة الملك البحرين تفصيلاً هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معاً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ. وقد اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى إنتاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة، والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح، وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية. أخي صاحب الجلالة، مرة أخرى أجدد ترحيبي بكم وأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين وأمتنا العربية، متمنيا لكم ولمملكة البحرين الشقيقة كل الخير والازدهار. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي المحبة والتقدير أن نقوم بهذه الزيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تشعرنا على الدوام وبما نشهده من حفاوة وترحاب بأننا بين أهلنا وعزوتنا. فمصر العروبة الحاضرة في الذاكرة والوجدان بأنها مهد الأمن والأمان وموطن الخير والاستقرار، والتي تفردت بالذكر الصريح في محكم التنزيل، ستظل وكما عرفناها خير السند ونعم العون للجميع. ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب عن ارتياحنا الكبير بما تناولت جلسة المباحثات المشتركة التي جمعتنا بأخي الكريم فخامة الرئيس، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك.
وخصوصاً ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة. كما تم بحث جدول أعمال القمة العربية 33 التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل، وضرورة التوصل وبصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وأننا على ثقة تامة بأن نتائج مباحثاتنا المثمرة بما تميزت به من عزم صادق لدعم الجهود الجماعية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ستجد طريقها بإذن الله تعالى نحو التنفيذ الذي آن أوانه، كما تنال أجيالنا القادمة حقها كي تنال أجيالنا القادمة حقها من العيش الكريم والحياة الآمنة. ولا يسعنا هنا إلا أن نجدد دعم مملكة البحرين لجهود مصر الشقيقة ومواقفها الثابتة ودورها التاريخي المستمر من أجل نشر السلام ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وهو أمر ليس بغريب ولا بمستغرب على مصر العزيزة التي سجل تاريخها القديم أول معاهدة سلام مكتوبة عرفها العالم بين القائد رمسيس الثاني والمملكة الحثية في العام 1258 قبل الميلاد، وتضمنت بنوداً قانونية وعسكرية لسلام دائم بين المملكتين ومسجل اليوم في هيئة الأمم. وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا لكرم الضيافة وطيب الوفادة واعتزازنا بفرصة هذا اللقاء الأخوي المهم بنتائجها الطيبة التي سيكون لها أعظم الأثر على مسيرة العمل العربي وعلاقاتنا الأخوية الوطيدة وتنمية مصالحنا المشتركة لخير ورفعة شعبينا الشقيقين، وأنها لمسيرة مباركة نحرص على رعايتها ودعمها يدا بيد مع القيادة المصرية الشقيقة وحكومتها الرشيدة وشعبها الشقيق وكافة مؤسساتها العريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الكريم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، وذلك بقصر الاتحادية. هذا وقد جرت مراسم استقبال رسمية للعاهل البحريني الملك عبد حمد بن عيسى الخليفة بقصر الاتحادية. واستعرض الرئيس السيسي والعاهل البحريني حرس الشرف بقصر الاتحادية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيب بالعاهل البحريني، كما عزفت الموسيقى العسكرية النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد الوطني للمملكة البحرينية.
تعكس العلاقات المصرية البحرينية تاريخا مشتركا وروابط وثيقة متأصلة بين البلدين، من شأنها أن تهيئ على الدوام لأفاق جديدة في التعاون والتنسيق الثنائي المشترك. ترتكز العلاقات بين مصر والبحرين على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصيرية المشتركة. على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية، هذا ما ترتكز عليه العلاقات بين مصر والبحرين إزاء القضايا المشتركة والتي يتفاعل فيها البلدان مع محيطهما الجغرافي والجيوستراتيجي الهام والمؤثر. فمصر كانت سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التي صارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بلغت العلاقات بين البلدين أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف، حيث يتميز عهد الرئيس السيسي بأنه أكثر الفترات التاريخية ازدهاراً في علاقات مصر بالبحرين والخليج العربي. ففي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث، أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: هي التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات، والتعاون المشترك في شتى المجالات. كما أن القيادة السياسية للبلدين تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى الحلول السياسية الدائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار. إذن فالعلاقات بين القاهرة والمنامة تنطلق من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة، فضلا عن دعمهما لنضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة. كما حرصت القيادتان بشكل دائم على إبداء وتقديم مواقف الدعم والتضامن مع المواقف والقرارات المصيرية والقضايا العادلة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. لكم من جديد. تابعنا المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي والعاهل البحريني والذي أكد فيه على تكثيف الجهود العربية من أجل حل القضية الفلسطينية.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد تحية سيادة السفير، هذه الزيارة لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، قراءتك لهذه الأهمية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. أهلا بحضرتك، تفضل. دلوقتي الحقيقة الملك العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة. نعم، الملك حمد بن عيسى الخليفة العاهل البحريني يا فندم، تفضل. ايوه، الحقيقه يعني دائما السياسات سياسات متزنه، ودائما كان مع القاهره في تنسيق دائم الحقيقه يعني. والتوقيت الان مهم جدا، لان التوقيت خطير، موضوع غزه ده لم ينتهي بعد، والنسبه ايضا لما حدث بين طهران وتل ابيب. نعم، وبالتالي فان هذه الزياره مهمه جدا للتفاهم على مواقف موحدة يعمل فيها الطرفان لكي يحقق تقدما فعليا في كل الملفات الخاصة بهذه القضايا، قضية غزة، قضية إيران، وقضية وآخر التطورات في القضية الفلسطينية. إذا ما تحدثنا سيادة السفير عن أبرز النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي، كلها يعني بتتركز بشكل أساسي على حفظ وتعزيز ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك أيضا العالمي، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على وقف إطلاق النار وتصاعد الأوضاع يعني في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة. قراءتك لأهم ما تم التوصل إليه في هذا المؤتمر الصحفي الهام؟ المؤتمر الصحفي كان واضح فيه جدا حرص الطرفين على إقامة السلام. نعم، والاستقرار في الشرق الأوسط، لأن ما يحدث الآن يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويحدث نوع من أنواع البلبلة، ويعني ينذر بخطورة بالغة. وبالتالي فإن التنسيق بين مصر والبحرين أمر مهم وضروري الحقيقة. نعم، وهذا بيستدعي أيضا التساؤل بشأن الجهود المصرية والعربية لحل القضية الفلسطينية. يعني كما تابعنا أيضا من خلال هذا المؤتمر الصحفي أن هناك توافق في الرؤى بشأن الكثير من النقاط الأساسية لحل القضية الفلسطينية، من خلال الحل السلمي بشكل أساسي، الوصول إلى تسوية سلمية، السلام الدائم والشامل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى إنفاذ المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة والفلسطينيين بشكل كامل، وكذلك أيضا العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار. جهود مصرية يعني وموقف مصري ثابت منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك أيضا جهود عربية مصرية مشتركة. أود أن تحدثني أكثر عن هذا التوافق والتقارب في الرؤى بشأن هذه الجهود التي تبذل من أجل العمل على وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية سيادة السفير. الحقيقة مصر موقفها كان ثابتا ولم يتغير منذ بدء الموضوع. نعم، يعني وتأثيراته في الانفلات في تصورات ممكن تؤدي الى مشكلات كبيره جدا. الحقيقه موضوع وقف اطلاق النار موضوع يجب ان يكون له اولويه ويجب ان يكون فوري. فمصر تنادي والبحرين تقف بنفس الموقف، ولأن البحرين في منطقة أيضا فيها مشكلة، ومصر أيضا تريد أن تصل إلى حلول لا تهدد السلم والأمن في المنطقة. فتوافق الحقيقة في هذا الرأي يعزز، ومصر ليس فقط من البحرين ولكنها طلبت من دول كثيرة واتصلت بدول كثيرة لكي يتم وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار هو الخطوه الاولى للاستقرار في الشرق الاوسط. صحيح. وبعدين حل الدولتين هو الحل الدائم. نعم. الحلول المسكنات لا تصل الى نتيجه. فلا بد من حل الدولتين، والامور واضحه الان. لا بد من وجود دوله فلسطينيه الى جانب الدوله الاسرائيليه. هذا امر واضح جدا ولا بد منه. والبحرين تؤيد ذلك، وعندما تؤيد البحرين هذا ستتحدث فيه مع دول الخليج في مجلس الخليج، وبالتالي فإن الخليج يؤيد هذا
ولا بد من التوصل إليه. نعم. أشكرك جزيل الشكر السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة، محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا والإعراب عن الارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى صربيا وذلك في يوليو من عام 2022، حيث شدد الرئيسان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية وسبل مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تضمن الاتصال التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية وتوافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر خلال الساعات 24 السابقة، أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة 89 آخرين. وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33,899 شهيدا و 76,664 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زال تحت ركام وفتلقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. ونشدت السلطات الصحية المجتمع الدولي بالعمل على السماح لمرضى السرطان والجرحى والأمراض المختلفة للسفر إلى الخارج للعلاج حفاظا على حياتهم. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية فلسطينية باستهداف إسرائيل أكبر مركز للخصوبة في قطاع غزة في ديسمبر الماضي. أوضحت كذلك أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب قضت على أكثر من 4000 من أجنة أطفال الأنابيب. من جانبه قال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي إنه يتحرى العديد من التقارير الخاصة بالحادث. يأتي ذلك فيما تنفي إسرائيل تعمد استهداف البنية التحتية المدنية. دعا الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ضرورة إنقاذ أكثر من 10,000 من الحالات الحرجة في غزة، مؤكدا خروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتعمد للمنظومة الصحية داخل القطاع. وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى عجز المستشفيات 6 التي ما زالت تعمل حاليا في غزة عن تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والجرحى، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مؤكدا وجود نقص حاد في جميع الأدوية والمستلزمات الطبية من أدوات تعقيم وجراحة داخل مستشفيات غزة. وين؟
نظم نادي الأسير الفلسطيني مسيرة حاشدة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة لإحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من أبريل من كل عام. قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زخاري خلال تصريحات تلفزيونية إن يوم الأسير الفلسطيني يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سلسلة من عمليات القتل والتنكيل بحق الأسرى داخل المعتقلات والتنصل من كل الاتفاقات والقوانين الدولية، وأشار إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات المكثفة والواسعة التي طالت مختلف قطاعات أبناء الشعب الفلسطيني تزامنا مع اليوم الوطني الذي يأتي نصرة وانتصارا لحقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها ورفضها لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة التي أشارت فيها إلى أنها لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه التصريحات الأمريكية لا ترقى إلى موقف واشنطن التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية. حق أصيل ومطلب لم ولن تتنازل عنه وإن شغلتها مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بهذا الحق طالبت السلطة الفلسطينية منذ مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعليه أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011 بل منذ عام 1948. المجموعة العربية أشارت إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. ويتزامن موعد مناقشة عضوية فلسطين مع اجتماع مقرر لمجلس الأمن بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية لمناقشة الوضع في غزة. وتأمل فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. وبحسب لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب، فإنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير أو ينقصه ذريعة تساهم على رفضه مجدداً. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. We'll be right back.
نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا في تل أبيب بالعدول عن الرد على إيران. طلب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر الراهن أو إيقافه عند الحد الأدنى، مبديا اعتقاده أن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرار الرد على الهجوم الإيراني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في القدس المحتلة، حيث طلبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك خلال اللقاء بفرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيرات الإيرانية بعد الهجوم الذي شنته مؤخرا على إسرائيل. من جانبه دعا هيرتسوغ المجتمع الدولي إلى التصدي بشكل حاسم للتهدئة التي تشكله إيران، معتبرا أنه يقوض الاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أن إسرائيل تحتفظ بالحق في حماية نفسها. وجاءت تصريحات نتنياهو أمام وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. هذا وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها أوضحت خلال محادثاتها مع نتنياهو أنه لا ينبغي السماح للشرق الأوسط بالانزلاق إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق. وأضافت خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرتها إسرائيل أن اجتماع مجموعة السبع سيناقش العقوبات الأوروبية على إيران، داعية جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة ومسؤولية. تحدثت مع نظيري الإيراني مرة أخرى لتوضيح مدى خطورة الوضع الذي جلبته إيران ليس إلى المنطقة فحسب بل إلى العالم بأسره، ونحن لن نتسامح مع ذلك. لقد تناولنا فرض مزيد من العقوبات على طهران على المستوى الأوروبي، والتي ستكون بوضوح أحد المواضيع الأساسية في اجتماع مجموعة السبع المقبل. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بأن يكون يوم الخميس 25 من إبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء. هذا ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. انطلق موسم حصاد وتوريد القمح بمزارع محافظة القليوبية، حيث بدأ المزارعون في الحصاد وتوريد القمح للشوان والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المخصصة لاستلام محصول القمح على مستوى المحافظة. بلغ ما تم حصاده حتى الآن على مستوى الجمهورية 10,000 دان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ أكثر من 110,000 طن، فيما بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 39,146 فدانا. الدهب الأصفر بفضل الله تعالى السنة دي الموسم مبشر بالخير جدا. يعني انت ساعتك شايف الدنيا حواليك من غير انا ما اقول، لو شفت القمح كده ومسكته في ايدك هتلاقي حاجه طيبه جدا جدا جدا. احنا من اول السنه الدوله المصريه وخاصه في وزاره الزراعه مقدمه الدعم الكامل لاخواتنا المزارعين من اول الحرس الى التسويه بالليزر. كانت في اغلبيه المساحات يمكن مسويه بالليزر مجاني دعم من الدوله. كان في سترات الالات طبعا بتزرع القمح دلوقتي برضو، الفدان كان ب 200 جنيه وده برضو دعم من الدوله. كنا برضو موفرين التقاوي المناسبه اللي هي تابعه السياسه الصنفيه، كنا ايضا موفرين الاسمده، كل دي وندوات الارشادات المستمره، موفرين المبيدات المناسبه لاي الحشاش او للاصداء. محافظه القليوبيه محافظه متميزه في انتاجيتها رغم صغر المساحه اللي عندنا. عندنا السنه دي اكثر من 5 اصناف جديده من القمح، في عندنا اصناف عاليه الانتاجيه متحمله الغلط المناخيه. تم توفير التقاوي باسعار مدعومه من اول موسم
الموسم تكاد تكون أسعار التكلفة قبل الزراعة بشهر. الميكان الحديثة موجودة للزراعة، عندنا في ماكينات زراعة للمصاطب، في حملة قومية بتزرع في كل قرية حقل نموذجي بتوفر التآول للمزارعين، في عندنا حملة ومشروع كبير لترشيد الري بيعمل تسوية بالليزر مجانا على مستوى المحافظة. الإرشاد الزراعي كان معانا على طول وكان بيوجهنا على الري والزرع والوسقي ورش، وكانوا معايا مباشرين معانا على طول. تتواصل فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة إبدأ. وتأتي النسخة الثالثة لمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية. بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم، جاءت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي إيديوتيك تحت شعار اصنع مستقبلك، بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ. احنا طبعا ملتقى ومنتدى إيديوتيك السنة دي بينظم للنسخة الثالثة تحت رعاية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، ده دليل واضح طبعا على اهتمام ومدى أهمية العنصر البشري بالنسبة للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ودوره في تطوير الصناعة. احنا ابدأ بتشتغل في ملف التعليم الفني والتدريب المهني بفكر الاستدامة، وعلشان يكون في تطور في التعليم الفني يواكب التطور السريع في قطاع الصناعة ابدأ شغالة علشان نخلق منظومة وطنية موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر. المنظومة دي تكون قائمة على فكر الاستدامة. إيديوتيك ملتقى بيحصل للمرة الثالثة أو للسنة الثالثة على التوالي، وهو ملتقى مهم جدا لأنه بيجمع مجموعة كبيرة من الخبرات المصرية والعقول المصرية اللي بتهتم بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكمان مجموعة من الخبرات الدولية مع بعض، ده بشكل من أشكال الثينك تانك أو ملتقى التفكير اللي بنقدر نطلع من خلاله مجموعة من التوصيات اللي ممكن بشكل كبير تساعدنا في تحسين وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية للخروج بتوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. مؤتمر الإيديوتيك بيبقى يعني فرصة ان احنا نتقابل فيه كجامعات تكنولوجية مع المدارس التكنولوجية والمدارس التطبيقية والمدارس الفنية، وزي ما حضرتك عارف ان احنا يعني في الجمهورية الجديدة طفرة جديدة للجامعات التكنولوجية والتعليم التكنولوجي والتعليم التقني والتعليم الفني بصفة عامة، يعني حاجة ما شاء الله لو احنا ابتدينا نهتم بيها كدولة وكرؤساء جامعات وكوزارة التعليم عالي وزارة التربية والتعليم هنروح نقلة تانية، لان التجربة الجامعات التكنولوجية والتعليم التقني ما هياش جديدة علينا، ومش احنا مش بنخترع العجلة، كانت موجودة في ألمانيا وفي اليابان، احنا بس ابتدينا، وكويس ان احنا يعني ابتدينا، يعني بدأنا متأخر ولكن الحمد لله ان احنا ابتدينا، لان في غيرنا ما ابتداش في هذه التجربة. احنا بنحتفل باحتفالية وجود اكبر قدر ممكن من المدارس بتاع التعليم الفني، اولادنا الطلبة والطالبات اللي عملوا مشروعات غاية في القوة والجمال والروعة، كمان عندنا تكريم الاوائل للتعليم الفني على مستوى الجمهورية للسنة الماضية، كل ده بيتم في خلال يومين ان شاء الله النهاردة وبكرة، عشان نقدر نوصل للناس كلها تطوير التعليم الفني وصل لغاية فين، ايه المدارس الجديدة، ايه التخصصات الجديدة، ايه المسارات اللي تم افتتاحها للولاد في مدارس التكنولوجيا في جامعات التكنولوجيا التطبيقية، وفي الفرص التدريبية والعملية لتوظيف أولادنا وبناتنا الخريجين والخريجات السنة الجاية إن شاء الله. يأتي المعرض والمنتدى في إطار جهود مبادرة إبدأ نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية. والآن مع جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة لأهم أخبار المال والأعمال، نتابعها مع رجائي رمزي. إليك رجائي. أشكرك شكرا جزيلا ريهام، شكرا ليك شروق. شاهدينا هذه الوقفة الاقتصادية في جولة السادسة الإخبارية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع العضو المنتدب لشركة حائر الصينية أحمد الجندي.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لنموذج مجمع حيرة الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، والذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به، وهو ما يؤكد جدية الشركة، مضيفا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتوسعات المجمع الصناعي للشركة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن، فضلا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمبتكرة لتعزيز إنتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، أكد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز، مشددا على أهمية استنباط أصناف من التقاوي قليلة استهلاك المياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعاره. ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة للعمل خلال السنوات المقبلة تتضمن التوسع في استنباط وزراعة الأصناف الموفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنوية. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة، كذا تحديد التوسعات المستقبلية لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية. وخلال اجتماعه لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. وشهد الاجتماع عرض تقرير حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، مشيرا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المدعمة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة، وذلك بجميع المحافظات. وفي سوق المال مشاهدين، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب وسط تداولات بلغت تقريبا 4,800,000,000 جنيه. ربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تقريبا 2 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.91%، مغلقا عند مستوى 29,667 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 1.18%، مغلقا عند مستوى 6,833 نقطة. فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 1.17%، مغلقا عند مستوى 9,745 نقطة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، منددا بمنافسة غير نزيهة تنعكس سلبا على العمال الأمريكيين، ذلك قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية. كما أفاد البيت الأبيض أن مكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيفتح تحقيقا حول ممارسات الصين غير النازية في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية، استجابة لطلب من عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.
نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى شروق ورهام، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي. ونختتم مشاهدينا هذه النشرة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال مؤتمر صحفي مشترك، الرئيس السيسي والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لإرساء السلام في الأراضي المحتلة والمنطقة. الرئيس السيسي ونظيره الصربي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك، ويشددان على ضرورة بذل المساعي لتهدئة التوتر الإقليمي. الرئاسة الفلسطينية تستنكر وترفض تصريحات المندوبة الأمريكية الرافضة لعضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. ختام نشرة السادسة، دمتم في رعاية الله. تحية لكم وإلى اللقاء.